لله الحالة الصحية ديالي الحمد لله، هذا فواحد الخط تصاعد الحمد لله. اي واحد ما كيتمناش باش يتصعب، الحمد لله كما قلت الحمد لله على كل حال. العملية ان شاء الله تكون على الخبيث ان شاء الله، تتبنى والله باش زعما الفريق الراجل يبداو باش يشجعوا الفريق ديالنا، حيت حنا محتاجين ليه، وتتمنى من الله غادي يكون الخير ان شاء الله، ونفرحوا زعما الفريق الراجل يبداو ان شاء الله. نتمنى من الله باش يداو معايا في الشفاء ان شاء الله، ورجع في اقرب وقت.